خلونا نروح قبل ما نروح لفقرتنا الثانيه لاتصال مع المتنبئ الجوي حسان جوردي لنتعرف اليوم كيف حيكون طقسنا ضمن الاسبوع القادم، هل حيكون في منخفضات؟ هل حيكون في ممكن يكون امطار؟ صباح الخير استاذ. صباح الخير استاذ، يسعد صباحك. صباح الخير استاذ، صباحك يا هلا. استاذ خلينا نحكي مع حضرتك مثل ما قالت رشا، كيف رح تكون احوال الطقس خلال الايام القادمه وهل في منخفضات قادمه؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لك لزميلتك للاخباريه السوريه. بالنسبه للاحوال الجويه خلال الفتره القادمه، هلا نحن اليوم عم نتذكر امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، تاثيره كان امبارح واليوم فقط، يعني حتى التاثير كان كثير ضعيف جدا، بيؤدي الى هطولات كانت بالمرتفعات الساحليه تحديدا، يعني بالمناطق المرتفعه، وكانت هطولات بشكل عشوائي ولفتره زمنيه قصيره. هذا المنخفض الضعيف اللي عم يتاثر فيه وعم يترافق بتيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو العليا، درجات الحراره بتضلها اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، والجو ربيعي بين الطحو والغائم نسبيا بشكل عام. خلال ساعات الليل عم تكون الاجواء بارده، يحذر من تشكل الضباب بغوطه دمشق، بالقلمون، بالمنطقه الوسطى، اجزاء من المنطقه الجنوبيه الغربيه. والرياح متقلبه الى شماليه شرقيه خفيفه الى معتدله، السرعة البحر خفيف، ارتفاع الموج، درجه حراره مياه البحر عم تكون من 12 ل 19 درجه مئويه. هلا من نهار بكره بتتغير التوقعات، بتضل الاجواء الربيعيه مستمره، الحرارات اعلى من المعدل، ولكن رح نتاثر بامتداد مرتفع جوي ببلش من نهار الاحد ويستمر معنا تقريبا حتى نهايه الاسبوع، بيؤدي الى ارتفاع تدريجي بدرجات الحراره بشكل متوالي ومستمر. ذروه الارتفاع بتكون نهار الاربعاء المقبل، بتكون الحرارات اعلى من المعدل بنحو من 5 ل 6 درجات مئويه. اجواء بشكل عام بتكون اجواء ربيعيه دافئه جدا بين الصحوه والغائمه جزئيا. بالنسبه لساعات الليل بتكون الاجواء مائله للبروده ولكن تبقى بارده بالمرتفعات بشكل عام. هيدا الطقس رح يستمر معنا حتى نهايه الاسبوع، الاجواء الربيعيه الدافئه مع حرارات اعلى من المعدل نتيجه تاثرنا بهيدا المنخفض، واللي رح تكون ذروه الارتفاع هو انهار الاربعاء المقبل. من الخميس بتتغير الاوضاع، بتصير الاجواء من غائمه جزئيا بتتحول الى غائمه ببعض الاحيان نهار الخميس خلال ساعات بعض الظهر والمساء بنهايه الاسبوع باذن الله تعالى، لحتى تكون الفرصة مهيئة لهذه الضغطات فوق المنطقة الساحلية وأجزاء من الشمال الغربي، بنكون مع حالة عدم استقرار بتبلش من مساء يوم الخميس بدءا من هيدي المناطق اللي حكيت عنها اللي هي الساحل السوري والشمال الغربي. أما درجات الحرارة المتوقعة بدنا من العاصمة دمشق لليوم 18 8 القنيطرة 16 6 قلمون المرتفعات الجبلية 11 1 درعا 18 5 سويداء 15 7 المنطقة الوسطى 5 حمار 13 5 بالحسكة بالجزيرة 16 7 ساحل السوري اللاذقية وطرطوس 13 11 شمال حلب 20 5 ادلب 16 5 دير الزور المنطقة الشرقية 13 7 الرقة 17 6 واخيرا بالبادية السورية مدينة سنون 16 7. يعني الاجواء اللي نحن رح نتأثر فيها هي الاجواء الربيعية الدافئة جدا، وراح تكون الحرارات على من المعدل، يعني الاسبوع القادم رح يكون كانه جاي من بدايات فصل الربيع، يعني في روح فصل الربيع في وقت مبكر بأوان. نعم استاذ حسان جردي المتنبئ الجوي، شكرا لكل المعلومات يلي ذكرتها.